إزاي نختار شريك الحياة؟ لازم نفهم إن اختيار شريك الحياة مهم جداً لتحقيق الانسجام والتوافق ما بين الطرفين، واللي بنقدر من خلاله نحافظ على استقرار الأسرة، لأن أي طرفين متناقضين تماماً ومش بيقدروا يوصلوا لحاجة مشتركة دايماً هيبقى في ما بينهم خلافات وعدم استقرار، وده بيتحدد من الأول من بداية الاختيار المناسب لشريك الحياة. إيه اللي لازم يكون موجود في شريك الحياة؟ لازم يكون في تكافؤ وتقارب في المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكمان العمري. لازم يكون في تشابه في القيم والمعتقدات الدينية والأخلاقية. ولازم يتمتع شريك الحياة بخصائص شخصية بتقوم على الاحترام، التسامح، حسن التواصل، امتلاك مهارات حياتية واسعة. كمان يكون للطرفين الوعي الكافي عن نفسهم وعن الآخر. كيفية التعامل مع شريك الحياة؟ لازم يكون في احترام متبادل ما بين الطرفين، الصدق والصراحة وكمان الشفافية، التخطيط المشترك للأمور المتعلقة بحياتهم المستقبلية، استشارة كل منهم للآخر قبل أي قرار بيخص الأسرة، اتباع أسلوب الحوار طبعاً لحل المشكلات، ممارسة أنشطة مشتركة مع مراعاة اهتمام كل طرف، امتلاك مهارات التواصل ما بين الطرفين، تحمل المسؤولية في حال الخطأ، تعلم السيطرة على الغضب.